السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد وتتم الجزء الاول. اليوم غادي نهضروا على سلبيات الدراسه في الهند، شنو هي المشاكل او الصعوبات اللي غادي تواجهوها او ممكن انك تخليك ترجع للور تشوف شي دوله واحده اخرى من غير الدوله الهنديه انك تجي تكمل فيها قرايتك. فاليوم غيكون موضوع بزاف الناس باغا تعرفوا، قبل كيما عرفتوا الايجابيات كاينين بزاف ديال السلبيات حتى هي، فخليكم حتى الاخير فيديو وما تمشيو فين ويلا نبداو. اول سلبيه غنهضر عليها هي البحث عن فرصة عمل موازية لوقت الدراسة. طبعا الهند ليست كدول المتقدمة اللي هي مثلا الدول الأوروبية أو الأمريكية، الدولة الهند ما يمكنش ملي كتبدأ القراية ما كيبقاش لك الوقت أصلا أنك تمشي وتخدم، يعني باش إلا كنتي غتفكر أنك يعني تقرا وتخدم باش توفر مصاريف زيادة مثلا الاحتياجات ديالك أو تخلص أقساط ديال المدرسة أو هادشي ما كاينش، وفرصة العمل أنك تلقاها وأنت كتقرا صعيبة بزاف. فهاد النقطة هادي كنعتبرها سلبية، ما تمشيش أنك مهوي على راه او ماي جاد راه غنمشي غادي نقدم وغادي نقرا وغندير وغنفعل. طبعا لا، وكاين واحد النقطه اللي ممكن انني نشير ليها هنايا بالنسبه للجامعات او للكليات اللي ممكن انك اختاريتيها وبغيتي تمشي تقرا فيها، تتعتمد على الحضور والغياب. يعني في الامتحان اللي كيكون مثلا ماشي طبعا الامتحان التخرج او تنهضر على الامتحانات اللي هي كتكون مثلا في الشهر ولا في الشهرين، فكتعتمد بنسبه كبيره على الماركس او النقاط ديال الحضور. يعني خاص حاطه واحد الرينج اللي هو 85% خاص يكون حضور، الا كان قل من هكا فكتحرم من النقاط ملي كيدار الامتحان. فهذه بالنسبه ليا نقطه سلبيه. ندوز للنقطه الثانيه. السبب الثاني اللي كنشوفو انايا هو ان مشكل ديال اللغه. طبعا حنايا هنايا في الهند جميع الجامعات والكليات كتدرس باللغه الانجليزيه، واغلب الاساتذه البروفيسورز كيتكلموا باللغه الانجليزيه. في بعض الحالات ممكن تلقى في الجامعه او الكليه مخارج او الاستاذ مخارج ديال اللغه الانجليزيه كتكون شويه مخالفه من ناحيه الاكسن، بحال مثلا ملي كنكونوا في بريطانيا الاكسنت ما بين بريطانيا وامريكا كتختلف. فهنايا كيكون بعض الجامعات او الكليات نعاود نكررها بان الاكسنت او اللكنه اللي كيخرج منها المقاطع او الحروف او الكلمه الانجليزيه كتكون برنه هنديه. النقطه الثانيه في المشكل ديال اللغه هو ان طبعا الهند مختلفه او متعدده او كبيره من ناحيه المدن والولايات، فعلى حسب الجامعه ديالك خاصك مكان الجامعه ديالك خاصك تعلم اللغه المحليه، لانه داخل الجامعه كاين اللغه الانجليزيه وخارج الجامعه كاين اللغه المحليه. طبعا بحال نعطيكم مثال ديال مهاراشترا كاينه اللهجه المحليه اللي هي المراتيه، بنجاب كاين اللهجه المحليه البنجابيه، مثلا كيرلا اللهجه المحليه اللي هي ماليالم. سو اي مكان تتواجدتي فيه وكتكون فيه الجامعه ديالك خاصك تعلم اللغه المحليه باش تسهل عليك الامور الحياتيه اليوميه، بحال بغيتي توقف طاكسي، بغيتي تمشي للسوق، بغيتي تمشي للدكان يعني الحانوت، هذه ضروري غتعامل معاهم باللغه المحليه. فهذيك هذا المشكل ديال اللغه خاص شويه انك تركز، وكل ما تعلمتي بسرعه كل ما سهلتي عليك الحياه. السلبيه الثالثه هي ايجابيه وذكرتها في الجزء الاول ديال الايجابيات، هي المواصلات. ولكن هذه المواصلات عندهم واحد الحاجه اللي هي سلبيه، اللي منها ان ملي تبغي توقف اي وسيله التنقل اللي كيكون فيها الشطاره فلازم انك تشطر مع سواء الاوتوريكشا او الوسائل النقل اللي كتكون غير شرعيه في الثمن، وهذا الشيء خاصك تعرفو عن طريق التطبيقين اللي ذكرتهم في الجزء الاول اللي هو اولى واوبير باش تعرف التكلفه الحقيقيه اللي غتاخذك من منطقه ا لمنطقه بي.
هنا كتفادى ان السائق ديال الاوتو ريكشا او اي وسيله تنقل غير قانونيه ما تزيدش عليك في الثمن، فهنا خاصك ترد بالك. النقطه رقم 4 اللي هو الزحام، الزحام ثم الزحام ثم الزحام، يعني الموضوع اللي خاصه تيكون في المدن الكبيره بحال بنغلور بحال مومباي بحال دلي، هادو كيكونوا عامرين لان تبارك الله نسبه ديال السكان او الساكنه كبير بزاف. فهادي يعني موضوع لانه مثلا انت غتمشي من نقطه ا لنقطه بي ممكن في الايام العاديه او التوقيت العادي اللي ما فيش الزحام ان ياخذ الموضوع ديال 20 دقيقه، ممكن انك وقت الزحام غيوصل لك حتى لساعه ونص لساعتين، فهذه نقطه سلبيه. النقطه رقم 5 اللي هي الاحساس بالوحده والغربه، يعني خاصة إذا كانت الجامعة ديالك فواحد المكان ما فيهاش أجانب بزاف، فكتحس بالغربة وأنك بوحديتك وكتكثر عليك ملي كيكون مثلا شي عيد أو لا شي موس أو لا شي عيد ديني، وكت كت كت كتشتاق لهذيك اللمة العائلية أو لا، واخا يكونوا غا عرب بحالك بحالهم وتجمعوا وتهضروا وتضحكوا، فهنايا هادي صعيبة شوية وكنعتبرها نقطة سلبية. السلبية رقم 6 هي الماكلة، طبعا الأكل في الهند هو حار تيشط تيشنطة حار بزاف بزاف وفيه بزاف ديال البهارات، فهذا مشكل غادي تواجهه ملي غتجي للهند. فنصيحة مني يعني على ما تتأقلم فحاول أنك تطيب في الدار وتاكل طيب من الدار، لانه انت عارف انه كيكون على يديك نقي، عارف البهارات اللي حاط، عارف وتيتقام عليك رخيص، ماشي بحال طبعا الاكل الشوارع كيكون ملوث بالدخان ديال السيارات بالزيت المتكرر الاستعمال، فهذا احسن حل على ما تتاقلم على الاكل الهندي. واحد النقطة اللي مهم أنني نشير لها النقطة 7 اللي هي كاينين بعض الطلاب أنهم تيجيو الهند وعندهم واحد الفكرة أنهم غيعيشوا الرفاهية في الهند، فغنوقفك هنايا وغنقول لك نزل سقف الطموحات شوية لتحت، لأنه الهند باقا شوية متأخرة من ناحية البنية التحتية. واحد النقطة بغيت نوه لها اللي قصتو على الرفاهية أو لا سقف الطموحات، القصد ديالي بان اغلبيه الطلاب اللي كيجيو هنا للهند طبعا تيكون عندهم واحد البادجيت اللي غادي يعيشوا منه وغيكملوا حياتهم الدراسيه في الهند. طبعا تختلف من طالب لطالب، كاينهم الطلاب اللي كيمشيو للسكن الجامعي او للسكن المشترك، طبعا ما يمكنش لهم انهم يشوفوا الرفاهيه اللي ممكن ان طالب بمستوى المعيشي شويه طالع اللي غيكون ياجر شقه خاصه به انه يعيش رفاهية، هذا ما كيمنعش بان الرفاهية متواجدة في الهند. وصلنا لاخر الفيديو ونتمنى انني لانه هادو هما الامور اللي لقيتها انها ممكن انك تخليك ترجع للور وما تغير النظرة ديالك او لا تغير الفكرة ديالك انك تجي تكمل قرايتك في الهند، فعلى حسب كل طالب وطالب. طبعا اللي كيبغي يجي يبغى يقرا يقرا، سو كاين الناس اللي تتأقلم بسرعة وكتقبل الوضع الحياتي الجديد بطريقة رهيبة وكتكمل، لأنه الهدف ديالها ماشي هو ذاك الوقت اللي جاية أو البلاد اللي نزلت فيها باش تقرأ، الأهم أو الجول ديالها الهدف ديالها هو أنها تكمل قرايتها وتأخذ ديك الشهادة لأنه كاين مستقبل من موراها. وكاين طلاب اللي ما صعيب عليهم أنهم يتأقلموا، فكاين اللي كيكمل ما كيكملش وكيخرج وتيوقف هادشي كامل وتيرجع، لانه الصراحة كاين بعض الامور اللي الطلاب، لانه عندي بعض الاصدقاء ديالي طلاب وطالبات كيعانيو من هذا الموضوع هذا، ما قادرينش انهم يتاقلموا وكيلقاو ان كلشي مختلف وان النظرة ديالهم زادت كبرات، النظرة السلبية على الهند زادت كبرات لواحد الابعد الحدود. فكروا مزيان الا جايين باش تقراو، فممكن انكم تتغاضوا على بزاف ديال الحوايج اللي هي متوفره لكم في بلادكم. الا
حابين انكم تجيو وتاخذوها غير هكا وهادي، فمن الاحسن توفر عليك العناء في الفيديو. نتمنى ان يكون عجبكم، وان ما تنسوناش باشتراك واعجاب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وباقي الجزء الثالث ان شاء الله غادي يكون على كيفاش نقدم التاشيره ديال الدراسه، وشحال المده كيعطوني فيها، وشنو هي الاجراءات اللي غنمر منها باش تطلع ليا التاشيره ديال الدراسه. فالى موعد قادم، خليت لكم الراحه.